المبارك وهؤلاء الفتية من الكشافة الإسلامية الجزائرية بولاية الجلفة أبوا إلا أن يشاركوا في حملة النظافة هذه التي مست مختلف المؤسسات التربوية الجامعية وحتى مراكز التكوين. دورنا اليوم هو العمل التوعوي في هذه البرنامج، ألا هو غرس الثقافة البيئية لدى وسط المجتمع الجزائري وكذلك لدى وسط المجتمع التربوي، لأن لدينا دور جد مهم في باسم المنظمة الجزائرية لبيئة المواطنة في المشاركة عدة وجد فعالة. تنظيف ابتدائية، وأرجو من كل التلاميذ أن يحافظوا على مدرستهم التي يدرسون فيها. جينا اليوم باش نقدموا ريس باش نعاونوا التلاميذ في الحملة هذه تاع النظافة، وباش نبعثوا لهم رسالة بلي لازم يعتنوا بنظافة الأقسام تاعهم ويحترموا الأساتذة تاعهم. هذه الثقافة النظافة اللي رانا راح نشاركوا في الأولاد تاعنا تبع الجمعية والكشافة، راح ندخل المؤسسات التربوية نعاونهم في عملية النظافة باش يعود دخول مدرسي نظيف وسليم. غرس ثقافة التطوع في هذه الحملة التي انطلقت عشية الدخول الاجتماعي والمدرسي بإشراك كل الفاعلين في هذا المجال، والهدف هو الدخول مدرسي في بيئة ومحيط نظيفين. هذه الحملة بمشاركة فعالية المجتمع المدني أو الكشافة أو كل الجمعيات حتى نغرس في أبنائنا العمليات التضامنية وهذه والحملات التي من شأنها أن تساهم في نظافة المحيط، في نظافة مؤسساتنا التربوية. فالاعتزاز والافتخار بالروح الجماعية والعمل التطوعي داخل الأوساط التربوية ونشر هذا السلوك الإيجابي من بين الأهداف السامية لمثل هكذا مبادرات.